نروح دلوقتي لمداخلة هاتفية مهمة مع الأستاذ خالد عبد المنعم، صحفي الكبير ورئيس تحرير الأهرام الرياضي. تحياتي ليك يا أستاذ خالد. أهلا بيك يا كابتن أسامة، أهلا بحضرتك كل المشاهدين. غلاف معبر جدا لمجلة الأهرام الرياضي. ربنا يخليك، متشكر. احنا حاولنا نجسد ما يحدث أو ما حدث فعلا امبارح، عشان فضلنا نحاول إن احنا نجسد اللي حصل أو نوصفه، ما لقيناش غير الكلام اللي اتقال او الكابتن الخطيب يمكن على المنصه كل الناس تناولت الحكايه. اتس نوت فير، يعني ده ليس حيادا او ليس عدلا. خلينا نقول ان اولا عشان ما حدش ياخدنا يمين وما حدش ياخدنا شمال، زي ما بنحاول ان احنا دايما نحور القضايا ونخرجها من اطارها الصحيح، ان احنا الاشقاء في المغرب دول اشقاء مهمين جدا وناس يعني مهمين بالنسبه لنا، والشعب المغربي شعب قريب لقلبنا وبنحبه، وكلنا سافرنا للمغرب وشفنا قد ايه الحفاوه والحب اللي بنتقابل بيه كلنا، وزي ما هم برضو بيبقوا عندنا هنا في القاهره وبيتقابلوا بمنتهى الحب والترحاب يعني. وده حقيقي، وده اللي دايما بيجمعنا بين اهلنا في المغرب وما بين هنا مصر، ودولتين اشقاء. بس احنا بنتكلم عن مباراه كره القدم بالظبط، كانت خلينا ما دايما كانتش في بين اطار الشعب المغربي، كانت ما بين الاهلي وما بين الكاف. بالظبط كده، خلينا نتكلم في اطار المباراه وما حدث في المباراه وقبل المباراه. انا مش عايز اختصر اللي حصل امبارح وخروج النادي الاهلي في ال 90 دقيقه وما قدمه النادي الاهلي. يمكن كلنا كان عندنا تحفظ على ما حدث في المباراه، يمكن المباراه ما ارتقتش لطموحاتنا كلنا بان الاهلي يفوز بيها ويحقق البطوله ال 11 رغم تحفظنا على اللاعبين، لكن كان لازم نقول ما قبل ال 90 دقيقه. مظبوط. واللي ادى لهذا المستوى في ال 90 دقيقه. مظبوط. يعني خلينا دايما ما نختصرش المساله بان الاهلي اتغلب 90 دقيقه، الاهلي اتغلب على مدار 3 اسابيع، واتغلب على مدار فترة طويلة، حوارات رايحة وجاية وبيانات ومشاكل وأزمات كلها اتصدرت في خلال 3 أيام لفريق النادي الأهلي قبل المباراة. حتى دخول الملعب نفسه كان عليه مشكلة، كان عليه لود للعيبة، اللعيبة ما كانتش عارفة هي هتلعب ولا لأ، لأن اترهن الموضوع بدخول الجمهور المدرجات. خرجوا من الإطار الصحيح للمباراة، خرجوا من فعاليات مباراة 90 دقيقة هنكسبها ويكسبها المنافس لامور تانية اثرت على اداء اللاعبين. خلينا نقول ان من اول ما تم اختيار ملعب المباراه ومن اول ما حصلت مشكله، يمكن انا عايز اتكلم على حاجه يمكن الناس ما خدتش بالها منها على مدار الفتره الماضيه يا كابتن اسامه. احنا كلنا بنتكلم عن ازاي استضافه المغرب لحدث النهائي لمده عامين. المره اللي فاتت، السنه اللي فاتت الاهلي، والسنه دي الاهلي، صح؟ صح. خلينا نقول للناس ان نزود عليها ان كان في ثالث مره كانت مباراه الاهلي والزمالك اللي اتلعبت في القاهره النهائي. مظبوط. اللي فاز بيه النادي الاهلي بهدفين لهدف لفريق الزمالك. خلينا نقول ان ده كان المفروض النهائي ده كان المباراه الدور اللي قبل النهائي، كان الاهلي بيلعب الوداد برضو وكان الزمالك بيلعب الرجاء، وكان المفروض ان الكاف اسند المباراه ضمنيا لكي يستضيفها برضو ايه المغرب. وكان المفروض ان هم كان عندهم فكر او كان عندهم تفكير بان الاهلي والزمالك لا ده هيقدر يغلب الوداد ولا ده هيقدر يغلب الرجاء، او حتى لو الاهلي غلب الوداد وصعد يبقى هيلاعب الرجاء على ملعبه. المباراه هتكون في المغرب برضه، فده يبقى ثالث نهائي كان هينظم في المغرب. خلينا نقول ان الناس بتقول ان في مشاكل وان احنا بنقول ان احنا بنصدر الازمات وعندنا نظريه المؤامره، فاحنا هنجسد المساله او هنلخصها بعده اسئله. لو حد عنده اجابه للاسئله اللي احنا بنقولها دي يبقى كلامهم صحيح. اول حاجه بنقول هو من امتى النهائي بيتحدد؟ بعد مباراه الذهاب للفرقتين، الاهلي لما لعب وغلب 4-0، ولما لعب الوداد وغلب 3-1 بره ارضه مع اتلتيكو، والاهلي وغلب الوفاق. هو ده كان الميعاد المفروض ان احنا نقدم نتكلم عن الملعب. هل ده المفروض على العكس في اوروبا بنشوف قبل انطلاق البطوله بيتم الاعلان عن الملعب النهائي، هنا قبل المباراه النهائيه ب4 5 ايام بس. ده نظام بطوله. المفروض ده في نظام بطوله معروف انت هتلعب فين وانا هلعب فين. خلينا نقول ان الغلطه اللي الناس بترتكن ليها ان الاتحاد المصري ما ارسلش خطاب الترشيح وما قالش ان احنا ممكن نستضيف الحدث كنهائي. هو مين المرشح الاول للوصول للنهائي في البطوله الحاليه؟ اكيد الاهلي، النادي الاهلي، لان هو الاهلي كان البطل السابق بالنسخه الماضيه والنسخه اللي قبلها. اذا هو كده بطبيعه الحال دايما احنا الفريق اللي بيكسب بطوله دايما بيبقى هو اول المرشحين. طالما مشارك في اي نسخه يبقى هو المرشح الاول للفوز باللقب للعام الثاني. صح صح.
الاهلي بما ان هو مرشح كان المفروض ان في ناس في الكاف كانت تقول ان الاهلي ما ترشحش ليه، ان الاتحاد المصري ما قدمش ليه على ملف ان هو ينظم المباراه. كل الاسئله دي كانت محتاجه اجابات مهمه جدا ان احنا نعرفها. دي في حاله لو في شفافيه واضحه واعلان حتى عن الفائز، عن يعني اللي هيفوز بملعب المباراه النهائيه، بس ما كانش فيه شفافيه، يعني كانت كلها كده. امور لو يعني في شفافيه اللي حضرتك بتتكلم عنها كان لازم الاهلي يتسال، كان لازم الناس اللي بتنتمي لينا بحكم مصريتها في الكاف تنبه علينا تقول لنا ما حصلش ليه، لكن احنا هنبعد عن المنطقه دي ونقول ايه ماشي يعني حتى دي لو حصلت. لكن انت لما توصل للاختيار ما بين السنغال والمغرب لاستضافه الحدث، ما هو في فرقه بقت ممثله لطرف النهائي، بقيت انت متاكد ان الاهلي هيلعب في النهائي، خلاص الموضوع قاب قوسين من الوصول النادي الاهلي للنهائي، زي ما كان الوداد غلب بره ارضه 3-1، فطبيعي انه كان يغلب على ارضه، خلاص الموضوع كان صعب قوي ان يحصل تغيير. بما ان كده وانسحاب المغرب وانسحاب السنغال اللي غير مفهوم لينا كلنا، يعني احنا كلنا ما بنقولش في نظريه مؤامره، يعني خلاص ما فيش نظريه مؤامره، افتح باب الترشح مره ثانيه، اعلن النهارده يبقى عندك شفافيه، احنا بنساله وقول السنغال خرجت، انا بفتح الباب مره ثانيه لو حد عايز يترشح بعد خروج السنغال، وخلي في حياديه وشفافيه اكتر كمان. بالظبط كده. فكان المفروض يبقى السؤال الطبيعي اللي يجاوب عليه رجل الشارع الطبيعي، ازاي يبقى في طرف هو الممثل والطرف الثاني مش موجود، وبما ان كانت في منافسه، وازاي انت تستبعد نيجيريا اللي استضافت الكونفدراليه وتقول ملاعبها ما لا تصلح؟ هو دي مش علامات استفهام برضو على الكف ولا مش علامات استفهام؟ اكيد علامات استفهام كبيره كمان، ولازم تطرح لما انت تطرح حكم وتقول ترجع تغيره. لما انت اللي انا اعرفه في قواعد التحكيم في العالم ان انت المفروض دايما في كل بطوله، كابتن اسامه حضرتك لاعب كبير وعارف ده كويس، ان دايما في حكم اللي هو التقيل قوي بتاع اي بطوله دايما بيتشال للنهائي، صح؟ صح. لو انت عندك النيه في ان انت اولا الحكم جوميز هيدور النهائي، ما كانش حكم دور قبل النهائي، مظبوط؟ ازاي؟ مش ده علامه استفهام برضو؟ حقيقه ولا دي نظريه المؤامره بتاعتنا احنا لوحدينا؟ اكيد دي مش نظريه المؤامره بتاعتنا، لكن انت المفروض ان جوميز متشال طبيعي جدا 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 لو انت ما عندكش مشكله انه هيلعب النهائي، فالمفروض انت ما تلعبوش قبل النهائي، لو لعبته قبل النهائي يبقى انت كنت عامل حسابك ان في حكم تاني اخر هيلعب النهائي. بما ان حكمك الاول يلعب، طب هو السؤال الثاني، بما ان انت جوميز لعب قبل النهائي نفس المباراه ونفس الفريق، ازاي هيلعب النهائي؟ علشان كده يا استاذ خالد حضرتك في غلاف الاهرام الرياضي السابق وصفت اللي بيحصل ده بالمسرحيه. بالظبط كده. لان انا هو دي اسئله، انا هم بيقولوا ان دي نظريه مؤامره. هو السؤال اللي يتقال دلوقتي للاستاذ المحترم فوز الاقجع، هو الراجل بيقول دلوقتي في تصريح لي النهارده بتتداوله الميديا كلها في كل الدنيا، بيقول ان عصر الفساد في الكاف انتهى وعصر احتقار البطولات انتهى. ده فاسد ونجح، ده تعليق انا صراحه يعني. لكن انا بساله سؤال، اذا كان في هو مش في لسه ناس موجوده في الكاف بقالها سنين من العصر اللي انت بتتكلم عنه؟ هي الناس دي طب انت سامح ليه انها تستمر؟ صح كده ولا؟ وبعدين الاتهام اللي انت بتقوله ده اتهام خطير جدا، يجب الكاف انه يفتح ملفه ويقول ازاي كان في فساد ويكشف الفساد. هو من امتى؟ لان انت الموضوع ده ما بقاش اهلي وما بقاش حد، ده بقت منتخبات. مش كده ولا غلط؟ هو الكاف لما عمل من سنتين صف القوائم الدوليه للحكام في الكاف، واستبعد مجموعه كبيره جدا من الحكام واثبت عليهم ان عندهم مشاكل، كان برضه دي نظريه مؤامره ولا دي وقائع من داخل الكاف؟ هو المصريين اللي ما بقوش موجودين دلوقتي مش ضد، يعني احنا مش مع نظريه المؤامره تماما، احنا بنطرح اسئله وعايزين اجابات، ولو حد ليه عندنا اجابه يقول لنا يمكن يقنعنا ولا غلط؟ شايف ضعف التمثيل ازاي يا استاذ خالد في وقوف الجانب المصري، سواء الاتحاد بجانب النادي الاهلي او العنصر يعني المصري في الاتحاد الافريقي، شايف الضعف ده ازاي؟ انا والله ده هو ده السؤال اللي يوجه لهم. اولا احنا ما بقيناش ممثلين بكتير، لكن هو السؤال اللي ممثلين اللي موجودين او القليلين، انا بسال سؤال، هم موجودين فين؟ بيعملوا ايه لينا؟ يعني اولا خلينا نرجع شويه من شهرين ثلاثه، من كام شهر، لبطوله كاس العالم للانديه. حضرتك هو مش كاس العالم للانديه الاهلي حصلت له مشكله؟ هو مش الاهلي كان المفروض عارف ان في مشكله وتوعد قبليها من رئيس الاتحاد السابق وقال ان احنا هنفاجئ بحل للمشكله دي؟ قال وما حصلش. ليس كل ما يقال يعرف.
كل ما يعرف وسالنا وما عرفناش الاجابه، لكن ان احنا بنسال سؤال دلوقتي لان ده بقت مكانه وده بقى زماله دلوقتي لازم نعرفه، مش كده ولا غلط؟ مظبوط. لان الاحداث فرضت علينا ان احنا الاسئله اللي ما كناش لاقيين لها اجابه نعرفها دلوقتي. فاحنا بنقول دلوقتي مش الاهلي ظلم في كاس العالم للانديه وحرم من مجموعه لاعبيه اللي شاركوا في نهائي بطوله افريقيا امام السنغال وتاثر الموضوع في اول لقاء وكان ممكن الاهلي يخسر اللقاء او كان ممكن برضه طريقه يتغير في البطوله ويوصل للنهائي؟ حقيقة. مش دي اسئله برضه بتفرض؟ هو الكاف ساعتها ليه الناس كانت بتقول ان الكاف ليه قبل بان هو بطولته المهمه يتتعرض لكل هذه الايه؟ المشاكل والازمات وتبقى هي كده محكومه باوروبا اللي هي يعني مش شايفه افريقيا خالص او مش شايفه الاتحاد الافريقي ومش شايفه البطولات الافريقيه ومش شايفه اي حاجه. هو ده السؤال اللي احنا بنساله، مش دي نظريه المؤامره خالص، احنا بنقول احنا ما عندناش نظريه مؤامره، احنا اصحاب حق وبنسال سؤال لان ال 90 دقيقه اللي مرت علينا امبارح كانت ظروف غير طبيعيه. واللي يعني حصل ده كله واللي حصل وكل الناس شافت ازاي رئيس النادي الاهلي واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي كانوا ممنوعين من دخول وازاي جمهور ما كانش عارف ينظم الدخله واتلمت الدخله مره واثنين وكان في ازمات. طب توزيع التذاكر نفسها مش دي علامات استفهام النهارده قالوا 10,000 و10,000 هنا و20,000 عام، هل من المقبول النهارده وانا بلعب في ملعب مركب محمد الخامس وهو ملعب الوداد اطرح التذاكر واقول 20,000 عام؟ ما هي 20,000 عام ما هي جمهور الوداد اللي هيحضر. وانا هسال سؤال حضرتك يا كابتن اسامه برضو على يمكن يجاوبونا. هو مش حضرتك لو ملعب مختار التتش كان بيقام عليه مباريات النادي الاهلي كان اسمه ملعب الاهلي؟ طيب كويس، لو انت دلوقتي بتلعب النهائي وعايز بطوله تقام على ملعب محايد على الاقل هتلعبها في الاسكندريه. على الاقل هتلعبها في ملعب بعيدا عن الملعب الرئيسي بتاع مختار التتش اللي هو ملعب النادي الاهلي. لكن انت لما تصر على ده وتقوله يبقى ايه؟ لما قبل المباراه ب 24 ساعه تخرج تصريحات ويتقال فيها ان احنا دلوقتي اللي عصر البطولات الاحتكار البطولات ما بقاش موجود واحنا بقينا موجودين دلوقتي وهنكسب البطولات، هي دي برضه نظريه المؤامره؟ اكيد مش نظريه مؤامره، مش كده ولا غلط؟ حقيقه. لا النهارده لو المباراه على ملعب محايد سواء كانت في السنغال او في نيجيريا او في جنوب افريقيا او في الكاميرون، هل اعداد الوداد هتكون بالشكل اللي احنا شفناه لو كانت على ملعب محايد؟ بالظبط كده. هل تفتح الجمهور وتقول فيه تذاكر للعامه؟ هي العامه اللي في المغرب هتبقى مين طيب؟ يعني ما هو ده سؤال برضو عشان هم بيقولوا نظريه المؤامره، هي ما فيش نظريه مؤامره، احنا كل اللي انا بقوله انا وحضرتك ده مجرد اسئله مطروحه لو حد يقدر يجاوب عليها يجاوب عليها وساعتها تقول ان احنا عندنا نظريه المؤامره او احنا شايفين ان دي حاجه كده تبعات الهزيمه اللي احنا بنقول عليها او الخروج اللي هو مسبب اللي هو بفعل فاعل اللي احنا شايفين ان هو لولا الظروف اللي حصلت امبارح لا اداء النادي الاهلي كان هيبقى كده ولا حتى تشكيل النادي الاهلي كان هيبقى كده وتاثير اللاعبين واللي حصل قبل المباراه وبعد المباراه، صح ولا غلط؟ لا حقيقه طبعا طبعا الظروف كانت غير طبيعيه بالمره طبعا. فأنا بقول إذا كان حد بيقول لنا إن بنختصر المسألة في 90 دقيقة أنا برد عليه بقول له إحنا ما اختصرناش الموضوع في 90 دقيقة، إحنا مش متعصبين لكرة القدم ولا الأهلي ولا الزمالك، إحنا كلنا بنتكلم عن فريق مصري تعرض لهذه المشكلة، لو كان تعرض لها الإسماعيلي أو الزمالك أو المصري أو أي حد الكل هيقف وهيدافع وهيتكلم زي ما كلنا نفس الكلام اللي بنقوله عن النادي الأهلي زي ما كلنا قلنا بس هم يا أستاذ خالد يا ريت بس يتذكروا والنادي الاهلي في المشكله انه اسمه النادي الاهلي المصري ولا احنا اسمنا النادي الاهلي اليمني ولا السعودي ولا الليبي ولا اي دوله تانية. احنا كلنا الاهلي المصري مش النهارده بعد يعني احباط الناس وخروج مصر خسرنا المباراه الافريقيه امام السنغال وفي كاس العالم كانت الفرحه الوحيده في مصر هو النادي الاهلي بالظبط كده بحصولك على ثالث العالم مش هو ده كان الفرحه الوحيده في مصر وفي الرياضه المصريه؟ تخيل السنه دي يا استاذ خالد يعني بدون اقطع كلام حضرتك السنه دي واحنا خروج مخيب لمنتخب مصر من الكاس العالم واحنا ما وصلناش وايضا كان كاس الامم الافريقيه خروج النادي بيراميدز والمصري من الكونفدراليه ايضا الاهلي في المباراه النهائيه والزمالك قبل كده وليس هناك فريق يحصل على بطوله افريقيه ده المشهد في المقابل فوز لججع الكره المغربيه مكتسحه سواء منتخبات او انديه بالظبط وانا هسال حضرتك سؤال تاني مهم هو مش كلنا دافعنا عن بيراميدز السنه اللي قبل اللي فاتت لما حصلت لها مشكله في نهضه بركان وكلنا السنه دي من كام يوم بس لما المصري تعرض لازمه بسبب العقوبات الشديده اللي وقعت عليه وعلى اداريه ولاعبيه برضه قلنا ازاي؟ هو كده بقى احنا بنتكلم عن
حق فريق مصري اولا واخيرا، وثانيا ان احنا مقبلين على حقبه او مقبلين على وقت وزمن احنا مش عارفين بكره في ايه، مش بس على صعيد. طب ما احنا حصلت لنا مشكله مع السنغال وحرمنا من كاس العالم بفعل فاعل برضه، وحصلت لنا مشكله على ملعب السنغال، هو مين كلنا كل ما فيش حد فينا ما قالش الحكم ان حكم مباراه مصر والسنغال عليه علامات استفهام وطالبنا بان هو حتى الحكم يتصوب وما بقاش ده. كلنا قلنا الكلام ده، هل حصل ده؟ ما حصلش. في ملف مصر والسنغال مش ده حقنا برضه؟ هو اللعيبه واللي شاطت ضربات الجزاء كانت ظروفها طبيعيه ولا اتسلط عليها الليزر وحصلت لها مشاكل في قبل الملعب ووصول الملعب وازمات في المباراه؟ مش ده كله كان تاثير على الكره المصريه؟ اذا ان احنا كلنا لازم نبقى فاهمين ومدركين ان احنا داخلين على ازمه كبيره جدا، مش الاهلي بس بطلها، الاهلي والزمالك والمصري والبيراميد وكل الرباعي اللي هيبقى ممثل في البطولات الافريقيه العام القادم، ومنتخب مصر نفسه هيبقى برضه معرض ومنتخبات الناشئين لهذه المشكله. طول ما انت يا استاذ خالد، طول ما انت ما عندكش صوت قوي داخل الاتحاد الافريقي هيفضل الحال كما هو عليه. كل واحد وقع عليه ظلم هيحارب بنفسه. طول ما انت ما عندكش صوت قوي وده الغلط داخل الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي. انا عايز اقول ان كل الناس في مصر او كل الانديه في مصر او كل المنتخبات لازم تقول ان الاهلي بالعكس يستحق التحيه والتقدير، مجلس الكابتن الخطيب ومجلسه بالكامل انه وصل صوته للكاف وللعالم، لان الاهلي مش نادي صغير، الاهلي بينافس ريال مدريد على صداره بطولات العالم. فاحنا بنقول لما حصلت المشكله والاهلي وقف وقال لا، ولولا ان الاهلي مقدر الظروف ومقدر الازمات ومقدر ان هو نادي مصر اولا واخيرا وما رضيش يبعد بالمشكله اكبر من كده، لكن وصل صوته حتى لو صوته ما وصلش في المحكمه الدوليه وما رجعش حقه، لكن يكفي ان هو وصل صوته مش لافريقيا بس، وصل صوته للعالم كله اللي شاف ان في هنا في مشكله وان هنا في ازمه ممكن تصار كل سنه وكل ومع كل فريق ومع كل منتخب، مش معانا لوحدينا، لا دي ممكن المشكله لتونس والمغرب كل المنتخبات. وانا هختم كلامي مع حضرتك ان النادي الاهلي وصل صوته مش لافريقيا بس، للعالم كله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ خالد عبد المنعم الصحفي الكبير ورئيس تحرير مجله الاهرام الرياضي، كانت مداخله مهمه جدا.